كيف الإنسان بيقدر يتطمن، كيف الإنسان بيقدر يكون راضي عن نفسه، كيف بحقق الطمأنينة، كيف يوصل لهاي الدرجة من الطمأنينة. صراحة أنا وجدت إنه الوضع الوحيد اللي بيوصلك للطمأنينة وللأمان والإيمان بالله. لا يقدر إنسان، لا يقدر إنسان على وجه الأرض إنه يحقق الطمأنينة والأمان إلا بالإيمان، بالإيمان. هلأ بحكيها بالإيمان لأنه واقع بيقدر يعيش الإنسان هو مرتاح. هل أنت بتضمن إنك تدخل الجنة وما تدخل النار؟ ما بتقدر بعملك، ما بتقدر. فأنت فقط إيمانك بالله بعطيك الطمأنينة إنه إذا اتبعت الصراط المستقيم هتدخل الجنة.